إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يقول الله جل وعلا إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين فرض الله الحج علينا وجعله أحد أركان الإسلام وفي مثل هذه الأيام المباركة يجتمع المسلمون في جميع أنحاء العالم للذهاب إلى مكة قاصدين بيت الله الحرام ويبدأ استعداد المسلمين لأداء هذه الفريضة العظيمة في أشهر محددة قال الله جل وعلا الحج أشهر معلومات وهذه الأشهر هي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة ويلاحظ أن المسلمين حين يفرغون من فريضة الصيام يشرعون في الإعداد لأداء فريضة الحج فهم ينتقلون من جهاد إلى جهاد ومن ميدان إلى ميدان والحق أننا في جهاد دائم ميادينه متعددة نحن في جهاد دائم مع الشيطان فهو عدو مبين وجهاد دائم مع النفس الأمارة بالسوء وجهاد مع أعداء الله أعداء الدين ولن يتم النصر في هذه المعارك كلها إلا بالإيمان القوي لأن الإيمان الكامل ينأى بصاحبه عن الذلة لغير الله قال جل وعلا ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم فرض الله الحج وجعله أحد أركان الإسلام لحكمة سامية وغاية نبيلة ففي الحج يجتمع المسلمون من مشارق الأرض ومغاربها فيتعارفون ويتشاورون فيما فيه مصلحتهم وفيما يعود عليهم بالنفع العميم والخير الجسيم
وفي الحج تتضح المساواة الإسلامية في أبهى صورها وأجلى معانيها، حيث يقف الحجيج جميعاً على صعيد واحد بعرفات، والجميع في مظهر واحد، وكلهم قد أظهر ضراعة وخشوعا لله، يهتفون بلغة واحدة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ها نحن عبيدك الضعفاء، جئناك من بلدان بعيدة بأعمال سيئة وبذنوب كثيرة، نسألك اللهم مسألة المضطرين إليك المشفقين من عذابك أن تستقبلنا بمحض عفوك وغفرانك، وأن تدخلنا فسيح جنتك جنة النعيم. ها هي اللغة، لا فرق بين غني وفقير، ولا فرق بين كبير وصغير، ولا امتياز لفرد على فرد، كلهم من آدم وآدم من تراب. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في مسند الإمام أحمد: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قيل: وما بره؟ قال: إطعام الطعام وطيب الكلام. الحجاج والعمار وفد الله، قال صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاه. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، إنه هو الغفور الرحيم.